شاء الله هنعمل مع بعض أقراص البطاطس الاقتصادية بطريقة سهلة جدا. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض أقراص البطاطس الاقتصادية. هنعملها بدون بيض بطريقة سهلة جدا. المقادير اللي معايا: معايا حباية بطاطس كبيرة متقشرة وغسلاها كويس جدا وبشرها ناعم، معلقتين كبار دقيق، مكعب مرقة، التوابل فلفل اسود وشطة، معلقتين كبار كزبرة خضراء مفرومة ناعم، ومية. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. هجيب بولة او طبق وهنزل فيها كل المكونات: حباية بطاطس كبيرة مبشورة ناعم بالمية بتاعتها، مش هعصرها، هنزل بمعلقتين كبار دقيق وشطة وفلفل اسود ومكعب مرقة، مش هضيف ملح عشان مكعب المرقة حادق. هقلبهم كويس. وهنزل عليهم وكزبرة او بقدونس معلقتين كبار مفرومين، انا كانت عندي في الفريزر. هقلب كله مع بعض وهنزل بالمية. هنزل بحوالي نص كوباية مية او ربع كوباية مية حسب ما الخليط يتجانس معاه. بسم الله. نص كوباية مية كويس جدا. هقلب الخليط كويس جدا. تمام كده، شايفين انا عايزاها كده متبقاش سايبة خالص معايا. هنروح على عين البوتاجاز عشان نسويها. بسم الله. حطيت طاسة على عين البوتاجاز وحطيت فيها معلقة كبيرة زيت. الزيت سخن، هنزل بالبطاطس. وهسويها زي القرص، تاخد شكل الطاسة. الطاسة بتاعتي زنطوطة خالص اهو زي ما انتوا شايفين. انا عايزاها تاخد شكل الطاسة. هدي النار خالص عشان تستوى وتاخد لون حلو. تمام كده، سويتها. هسيبها تاخد لون وتستوي على الوش الأول وبعدين هقلبها على الوش الثاني. تمام كده، شايفين الحروف بتاعتها اخدت لون. هقلبها على الوش التاني. شايفين الجمال، تستوى وتاخد لون على الوش التاني وبعدين بطلعها على طول. خلاص قرص البطاطس استوى واخد لون على الوش التاني، هطلعه. تمام كده، وهخلص الكمية اللي معايا بنفس الطريقة وبعدين هوريها لكم. اهو يا حبايب قلبي اقراص البطاطس بعد ما خلصت. شايفين شكلها جميل ويفتح النفس ازاي، واخده لون حلو جدا. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقه عمل اقراص البطاطس الاقتصاديه
ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. أشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.